السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. مع محمد عصام، ان شاء الله معاكم في فيديو جديد، محاضره جديده هنتكلم فيها عن حاجه بسيطه جدا جدا انتوا كتير طلبتوها وناس كتير سالتنا عليها، هي ازاي انت تبدا في الرسم، وازاي او اول خطوه تعملها ايه لما تيجي تبدا ترسم. يلا بينا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تعملوا شير، وتكتبوا لي كومنت برايكم. لو في حاجه ثانيه عايزين اصورها لكم فيديوهات جديده اكتبوا لي بس في الكومنتات كده اللي انتوا عايزينه وانا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. يلا بينا. نبدأ نتكلم عنها هي ان انت ازاي تبدأ ترسم، يعني من البداية خالص انت حابب الرسم وما جربتش قبل كده ترسم ولا عمرك مسكت قلم، ازاي تبدأ ان انت ترسم من الاول؟ لازم تجرب، يعني ما فيش حاجة اسمها انا هتفرج على فيديو يقول لي خطوات معينة وبعد كده ابدأ ارسم مثلا الخطوات دي، لان ده غلط وده مش هيخليك تعرف ترسم كويس. الاول انت لازم تجرب مع نفسك، هات اي صورة ايا كانت صعبة او سهلة او اي حاجة وابدأ ارسم، جرب، شوف انت مستواك فين، ايه اللي محتاج تعمله عشان تتطور. ما ينفعش ان انت تقول انا رسمتي طلعت وحشه، لان مفيش رسمه وحشه. بص، رسمتك مش منظمه. يعني ايه الرسم او ظبط الرسمه؟ هو عباره عن تنظيم الخطوط في مكانها. يعني دلوقتي انا برسم بشخبط، فبعمل خط في المكان المعين فبيديني شكل عين، او بشخبط في حته معينه فبيديني شكل حته غامقه، فبيديني ان الحته دي في العين داخله لجوه. فهو في الرسم اصلا عباره عن تنظيم خطوط. فلو انت رسمك شكل وحش فانت رسمك مش منظم، محتاج تنظم خطوطك، محتاج تعمل ايه؟ تنظم الخطوط بتاعتك. طيب ازاي تبدا تنظمها بقى، وازاي يبدا يطلع شكل رسمك حلو؟ في الاول احنا قلنا اول خطوه هجرب، لازم ان انا اجرب وادي نفسي الجرأه كده ان انا هرسم، ماشي؟ دي اول خطوه. تاني خطوه ابدا اعدل في رسمتي، مش هرسمها واروح سايبها واقول دي وحشه واحاول في واحده ثانيه، ماشي كده كده هتحاول في واحده ثانيه، بس في الاول عدل في الرسمه بتاعتك. يعني ايه؟ امسك الرسمه كده قول الحته دي انا غلطت وعملت العين دي كذا، يعني راجعها كانك بتراجع امتحان بالظبط، هات الصوره وهات رسمتك، الحته دي كان فيها غلط كذا، والحته دي كان فيها غلط كذا، والحته دي كان فيها غلط كذا، وهكذا. هتلاقي نفسك انت دلوقتي بقيت تعمل ايه؟ بقيت تطور من نفسك وتعرف اخطائك لوحدك من غير ما حد يشوف رسمتك ومن غير ما حد يعمل اي حاجه، تمام كده؟ وبعد كده ابدا سيبها بقى، خلاص انساها، طالما انت عرفت ايه الاخطاء انسى الرسمه دي وركز في الرسمه اللي بعدها اللي انت هتطلعها احلى، وانا متاكد مليون في الميه انها هتطلع احلى مليون مره كمان، مش هزار، تمام كده؟ لو انت عملت الخطوه دي بالذات. طيب رسمت الرسمه الثانيه طلع فيها مشاكل، وده طبيعي جدا، لازم يطلع فيها مشاكل، نفس الخطوه تبدا تعمل نفس الكلام. طيب من هنا بقى ابدا اعمل ايه؟ ابدا اشوف فيديوهات الحاجه اللي انا عايز اعملها. هو الرسم ده حاجات كتير جدا، انت عايز ترسم بورتريه ولا عايز ترسم ايه؟ يعني طبيعه صامته، ولا عايز ترسم مناظر طبيعيه، ولا عايز ترسم سريالي ولا تجريدي، ولا عايز ترسم ايه بالظبط؟ فانت الاول بتجرب في الحاجه اللي انت حاببها، وبعد كده تبدا تشوف لها بقى فيديوهات، تبدا تشوف حاجه معينه. يعني مثلا انت حبيت ترسم بورتريه، تمام كده؟ فجيت بعد ما رسمت البورتريه طلع مش كويس، جيت بقى تتفرج على الفيديو مثلا اللي انا عامله مثلا بتاع البورتريه او فيديو بتاع العين او الكلام ده. جرب مع الفيديو. يعني ايه؟ بص، ما تجربش مع الفيديو خطوه بخطوه، يعني ما تمشيش ورا الفيديو وهو بيرسم، لان دي كارثه وده غلط وده هيحفظك وهيخلي رسمك يطلع وحش. انت اتفرج على الفيديو لغايه الاخر وافهم هو بيقول ايه، او بلاش لو حد مش بيشرح، بلاش الفيديو مثلا لو انا الفيديو بشرح فيه مثلا، لو بتفرج على الفيديو لحد تاني مش بيشرح هو بس بيرسم، افهم هو عمل ايه في الرسم، تمام كده؟ حاول تتفصص كده هو بيعمل ايه وهو بيرسم، تمام كده؟ وبعد كده يخلص الرسمه خالص ابدا انت خد صوره مختلفه غير اللي في الفيديو، غير الرسمه اللي هو كان بيرسمها، وابدا طبق عليها الحاجه دي. طبيعي جدا ان الصوره دي هتطلع في اول مره مش كويسه قوي، بس هتطلع قويه شويه احسن من اللي فات، بس هتطلع مش كويسه قوي، وبعد كده اللي بعدها هيطلع اقوى واللي بعدها هيطلع اقوى وهكذا. فالموضوع بيجي مع الممارسه، مع خطوه بخطوه، مفيش حاجه اسمها انا ما بعرفش ارسم، مفيش حاجه اسمها انا ما عنديش موهبه، مفيش الكلام ده. انت بس محتاج تحاول كتير وتمشي على الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي. هقولها لكم تاني بسرعه. اول خطوه جرب، لازم تجرب، لازم تحاول مع نفسك وتجرب كده، ان شاء الله تطلع شخبطه ما تطلعش اساسا رسم، تمام كده؟ تاني خطوه تعدل في رسمتك وتبدا تطلع منها الاخطاء بتاعتك، وبعدها تبدا تحاول في رسمه ثانيه، وهكذا مره اثنين ثلاثه، وبعد كده تبدا تعمل ايه؟ تبدا تخش بقى على فيديوهات وتشوف فيديو للحاجه اللي انت حاببها، وما ترسمش ورا الفيديو، تمام؟ احنا عاملين نفس الكلام اهو، ما ترسمش ورا الفيديو خالص،
تبدا تختار صوره مختلفه غير اللي الصوره عملها في الفيديو وبعد كده تبدا ترسمها. طيب ده مره في 2 في 3 خلصت مثلا الفيديوهات بتاعه البورتريه، انت عليك بقى ان انت تطور من نفسك، عليك ان انت ترسم كتير جدا جدا لغايه لما تطور نفسك. بص الرسم مش عامل زي العمر، انا بقى لي مثلا 10 سنين برسم فانت مستحيل تجيبني، يعني مثلا واحد اصغر مني بسنتين مستحيل يبقى قد في يوم من الايام. لا الرسم مش كده، بص الرسم بعدد الرسومات بتاعتك بتبدا تتطور. يعني ايه؟ انا بقى لي 10 سنين برسم بس في ال 10 سنين رسمت 1000 رسمه بس، انت عملت ال 1000 رسم دول في 3 4 ايام انت جبت مستواي خلاص. بعدد الرسومات اللي انا رسمتهم مش بايه؟ مش بالوقت. طيب فحضرتك عليك ان انت ترسم كتير جدا جدا عشان تتطور، علشان محدش يقدر يجيب المستوى بتاعك ويقدر يوصل لمستواك، فانت عليك انك ترسم كتير كتير جدا جدا، كل يوم ترسم، لازم كل يوم ترسم. تمام كده؟ يا رب يكون الفيديو فاتكم وتكونوا استفدتوا فعلا من الحته دي، والناس اللي خايفه تبدا من الرسم تبدا وتجرب ومالكوش دعوه، يعني ارسم وبعد كده ابعت لي في الهاشتاج او اكتب بس نزل الرسمه في بوست واكتب عليها الهاشتاج بتاعنا اللي هو الهاشتاج تلاميذ رسام مترو، وانا همسك رسوماتكم كل يوم جمعه وابدا اعلق عليها واشوف ايه الاخطاء بتاعتي. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا شير وكومنتات بقى كده وظبطونا يعني. ماشي؟ يلا السلام عليكم.